ينضم إلينا من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. سيد رامي، يعني ماذا عن تفاصيل هذا الهجوم وما أسفر عنه من خسائر؟ نعم طبعا، صباح الخير. أولا الخسائر البشرية، لا يوجد خسائر بشرية حتى اللحظة أقله. بالنسبة للتفاصيل، جرى استهداف اللواء 90 في محافظة القنيطرة، جرى استهداف اللواء 52 في ريف درعا الشرقي، وكتيبة للرادارات في ريف السويداء الغربي من قبل الطائرات الإسرائيلية، بالإضافة للقصف المدفعي أو القصف قبل الدبابات الإسرائيلية على المناطق المحيطة في جولان السوري المحتل. طبعا القصف الإسرائيلي جاء بعد قصف بقذائف صاروخية قبل منتصف الليل وبعد منتصف الليل على الجولان المحتل. القصف الذي كان بعد منتصف الليل على ما يبدو بأنه أصاب بشكل مباشر بعض المستوطنات الإسرائيلية في جولان السوري المحتل، لذلك يعني إسرائيل قامت بالقصف الجوي في محاولة لمنع حقيقة الأمر هذه الصواريخ التي استهدفت الجولان المحتل من الجولان السوري المحرر. إلى الآن المؤكد بأن من استهدف الجولان المحتل هي ما تعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان، أو دعينا نقول بأن هناك شق فلسطيني أو تابع لحركة فلسطينية نفذ هذه الهجمات الصاروخية بتسيير وتمرير من قبل قوات النظام الموجودة في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي. طيب، يعني طبيعة هذه المواقع يعني التي تم استهدافها، هل هي مواقع عسكرية؟ هل تتبع لجهات معينة أم ماذا؟ لا تتبع لحزب الله اللبناني، لا تتبع الحرس الثوري الإيراني، هي مواقع عسكرية سورية صرفة، مواقع تابعة للجيش العربي السوري بين مزدوجين. اللواء 90 في القنيطرة هو لواء تابع للجيش العربي السوري أو لقوات النظام، سميها ما شئتي، وهذا الموقع قد يتواجد فيه عناصر من حزب الله اللبناني. وأيضا المواقع التي استهدفت في ريف درعا الشرقي وريف السويداء الغربي هي مواقع تابعة للرادارات والدفاعات الجوية، أي لا علاقة لها بحزب الله اللبناني. قد يقول البعض أن حزب الله يتواجد، ولكن بالنهاية هي مواقع عسكرية ليست مواقع أو مستودعات للميليشيات الإيرانية. ما استهدف اليوم هو مواقع عسكرية بعكس الغارات التي كانت تستهدف الأراضي السورية السابقة الإسرائيلية وتركز على حزب الله والحرس الثوري الإيراني. حتى اللحظة نتحدث نحن عن 10 غارات جوية منذ بداية العام 12 استهداف إسرائيلي، بينها 10 غارات جوية واستهدافين بريين أدى لتدمير ما يقارب عن 28 هدف، وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 39 عسكريا إلى الآن. طيب، يعني جاءت هذه الغارات ردا كما ورد من بيان الجيش الإسرائيلي ردا على إطلاق 6 صواريخ من الجولان المحتل. هل اتضحت معلومات عن الجهة التي أطلقت هذه الصواريخ على إسرائيل؟ نعم، يعني الجهة المعروفة، يعني بالنسبة للصواريخ التي كانت قبيل منتصف الليل هي جهة مرتبطة بأحد الحركات الفلسطينية الموجودة في سوريا، وكلها تعمل تحت ما يعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان. وأيضا الصواريخ التي كانت فجرا أو بعد منتصف الليل أيضا أطلقتها ما تعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان المدربة من قبل حزب الله اللبناني والإيرانيين، وأيضا هي مسهل عملها من قبل النظام. إذن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، شكرا جزيلا لك.